بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هجرة، عنوان هذه الحلقة الرئيسي سيكون هجرة الإمام الحسين عليه السلام إلى الحق ونحو الحق. ترتبط الهجرة في أذهاننا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين من أصحابه من مكة نحو المدينة، إلا أن الهجرة هي مبدأ عام يعني أو يساوي أن يتحرك الإنسان حيثما أراده الحق أن يتحرك. ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان، ينتقل الإنسان من موطنه ومن مستقره ومن مسقط رأسه إلى حيث يريد الله تبارك وتعالى. والذين هاجروا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تحرك الإمام الحسين كما هو معلوم من المدينة نحو مكة، وتحرك معه عبد الله بن الزبير إلى مكة، وشتان بين التحركين. فالإمام الحسين عليه السلام كان يعرف جيدا أن بني أمية ليس لديهم رادع يمنعهم من انتهاك حرمة الحرم ولا حرمة الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، ولن يتورعوا عن ارتكاب أي جرم كما فعلوا بالفعل عندما هدموا المسجد الحرام وهدموا الكعبة وقصفوها بالمنجنيق مرة في عهد يزيد بن معاوية ومرة أخرى في عهد عبد الملك بن مروان. كان الإمام الحسين عليه السلام واعيا تمام الوعي لحرمة مكة ولضرورة تجنيبها القتال وسفك الدماء، فالمسؤولية في صيانة حرمة هذا المكان الطاهر المقدس لا تقع على عاتق المهاجمين وحدهم، وإنما تقع أيضا على عاتق من أعطاهم ومن منحهم الفرصة لاقتحام هذا المكان وانتهاك حرمته وتلويثه بالدماء والقتال، رغم أن الله تبارك وتعالى حرم هذا المكان وجعله حرما آمنا يحرم فيه القتال ويحرم فيه رفع السلاح، سواء كان الإنسان مقاتلا هجوميا أو يقاتل دفاعا عن النفس. والمعنى أن الإمام الحسين لم يكن يحركه الغضب والانفعال، فالإمام الحسين عليه السلام عندما اختار أن يضحي بنفسه شهيدا في أرض كربلاء اختار ابن الزبير أن يحتمي وأن يتحصن بما لا يجوز الاحتماء به والتحصن به، وهو الكعبة المشرفة، حيث أعلن خلافته وأعلن دولته في هذا المكان، ومنح الفرصة لمجرمي بني أمية أن ينقضوا عليه وأن ينتهكوا حرمة هذه الأماكن المقدسة. تحرك الإمام الحسين عليه السلام من مكة سريعا ولم يكمل حتى حجه قائلا: لأن أقتل خارج مكة بشبر أحب إلي من أن أقتل داخلها بشبر، وأن أقتل خارجها بشبرين أحب إلي من أن أقتل خارجها بشبر. لكن ابن الزبير لم يتورع عن تعريض الكعبة للدمار وجعلها مسرحا لسفك الدماء وصولا إلى هدفه وغايته التي تمناها
وهو امتلاك السلطة والتأمر على عباد الله الصالحين. كان ابن الزبير مبالغا في بغضه وكراهيته لأهل البيت عليهم السلام، حتى أنه عندما كان يخطب كان لا يصلي على النبي وآله، وعندما سألوه عن سر ذلك قال: إني لا أرغب عن ذكره، ولكن له وهيل سوء إذا ذكرته أتلع أعناقهم، فإني أحب أن أكبتهم. فلما عاتبه بعض خاصته في هذا قال: والله ما تركت ذلك علانية إلا وأنا أقوله سرا وأكثر منه. شيء مضحك يعني أو مخزي. ولكني رأيت بني هاشم إذا سمعوا ذكره اشرأبوا واحمرت ألوانهم وطالت رقابهم، والله ما كنت لآتي لهم على سرور وأنا أقدر عليه، والله لقد هممت أن أحظر لهم حظيرة ثم أضرمها عليهم نارا، فإني لا أقتل منهم إلا آثما كفارا سحارا، والله لا أنماهم الله ولا بارك عليهم، استفرغ نبي الله صدقهم فهم أكذب الناس. نموذج بائس ومتدنٍ من أدعياء الإسلام، رغم أن ابن الزبير هذا هو ابن الزبير ابن العوام، والزبير ابن العوام هو ابن صفية ابن عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان بنو هاشم وهيل سوء كما يزعم ذلك الكائن لناله من هذا السوء حصة ونصيبا وافرا، إذ أن يعني جذوره قد دخل فيها الهاشميون بشكل واضح. أما ابن عباس الذي عاش تلك الفترة فترة ابن الزبير حتى بعد استشهاد الإمام الحسين وبعد إعلانه الخلافة أو دعوة الناس إلى الخلافة إلى خلافته والبيعة له، كان ابن عباس من مقره في الطائف يزري على هذا الإنسان ويفضحه ويقول: ذهبوا فلم يدعوا، واصفا ابن الزبير قال: ذهبوا فلم يدعوا أمثالهم ولا أشباههم ولا من يدانيهم، ولكن بقي أقوام يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون جلود الضأن تحتها قلوب الذئاب والنمور، ليظن الناس أنهم من الزاهدين في الدنيا. إذن كان هناك نموذج ابن الزبير الذي لم تكن تحركه غاية إلا طلب الأمر لنفسه وطلب الخلافة، وقد ورث هذا عن أبيه الذي قتل في معركة الجمل كما هو معلوم. كان الإمام الحسين الفقيه الإمام الورع في نفس الوقت عالما بخطورة إشعال المعركة أو نقل المعركة إلى مكة المكرمة، ولذا اختار التحرك نحو العراق. تحرك الإمام الحسين نحو العراق لعلمه أن بني أمية يستهدفون قتله شخصيا ولا يحتاجون إلى مواجهة أو قتال لتبرير هذا الإجرام، فهم سيفعلون هذا أينما سنحت لهم الفرصة وفي المكان الذي تسمح لهم فيه مثل هذه الفرصة. أيضا من دوافع تحرك الإمام الحسين عليه السلام نحو الكوفة تلك الإرادة الجماهيرية التي كانت تطالب بالتغيير وتستحث الإمام الحسين للمبادرة إلى قيادة حركة الجماهير، وكانت هذه الإرادة تنطلق من الكوفة كما هو معلوم. لم يكن بوسع الإمام الحسين عليه السلام أن يقف من هذه المطالبات
موقف المتفرج أو موقف الساكت أو موقف الرافض، لأنهم أقاموا الحجة على أنفسهم بطلبهم من الإمام التوجه إليهم، فضلا عن أن الكوفة هي عاصمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان بها الكثير من الشيعة، ولم يكن عجز هؤلاء أو تقاعس هؤلاء عن التحرك بسبب يعني فقدان الإرادة كما يقول البعض، فكان هناك فريق قد فقد الإرادة بالفعل على القتال وعلى المواجهة، وهناك فريق آخر حاول وظل على بيعته وعهده لكنه حُصر من بني أمية. الإمام الحسين عليه السلام توجه إلى الكوفة في هجرة ثانية، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. لما جاءت الرسل إلى أبي عبد الله تدعوه إلى المجيء، أجاب الإمام بإرسال مسلم بن عقيل بن أبي طالب، وكان من أمره رضوان الله عليه ما كان، حيث استشهد حميدا سعيدا، فأرسل الإمام الرسل إلى أهل البصرة والكوفة يدعوهم إلى الاجتماع معه وإلى تأييده، ثم خرج من مكة باتجاه العراق. حاولت السلطة الأموية الغاصبة منع الإمام من التوجه نحو الكوفة وإبقائه في مكة، فامتنع منهم هو وصحبه ومضى على وجهه، ونادوه يا حسين ألا تتقي الله، تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة. فتلا عليه السلام قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. من المفيد أن نعرج على مفهوم الجماعة، ونؤكد على أن الجماعة المسلمة هي تلك الكتلة البشرية التي تؤمن بالله ربا وبمحمد نبيا وتؤمن بإمامة أهل البيت عليهم السلام، فهذه الإمامة هي العنوان الجامع لأمة لا إله إلا الله في مرحلة ما بعد الرسالة والنبوة. أن يزعم زاعم بعد ذلك أن الجماعة التي لا ينبغي الخروج عليها هي جماعة معاوية بن أبي سفيان، فهذا هو الدجل بعينه. خطب الإمام لدى خروجه خطبة بليغة تؤكد أنه كان متيقنا من قدره، راغبا فيه، مرحبا بالشهادة في سبيل الله، فقال الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياقي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشز عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز لهم وعده، من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإنني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. خلص انتهت القصة. لم يكن الإمام عليه السلام
ليقبل عن رضا الله تبارك وتعالى بديلا. لم يكن الإمام عليه السلام مجرد طالب للملك مؤثرا له على القيم والمبادئ، وحتى لو كان الإمام عليه السلام طالبا للملك فليس هذا حقه، بل هذا واجبه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. عندما يخرج الإمام الحسين عليه السلام طلبا للعدل في أمة جده فهو يطلب الحكم. عندما يخرج الإمام الحسين عليه السلام آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فهو يطلب الحكم. وطلب الحكم لمن هو أولى وأحق بالحكم وأقدر على الحكم ليس عورة ولا سيئة يتبرأ منها المرء. ويقولون حيث يقول البعض لم يكن الإمام علي أو حتى الحسن أو الحسين طالبين للملك. نعرف تلك الكلمة التي قالها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما قال له أحدهم: إنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب الحريص، بل قال: بل أنتم أحرص وأنا أحق وأقرب، بل أنتم أحرص وأنا أحق وأقرب. فلماذا يحاسب الإنسان على أداء واجبه؟ ولماذا يحاسب الإنسان على طلب حق الأمة وهو يعرف أن لا سبيل لتحصيل الأمة لحقوقها إلا عبر ولايته، حيث لا يوجد من هو مؤهل مثله، وحيث لا يوجد من هو مختار من الإرادة الإلهية غيره؟ دعك إذن من قصة أن الإمام الحسين خرج طلبا للملك، هو خرج طلبا للشهادة ولم يكن يمانع، وكان يرغب أن يقوم بأمره، فهو أحد أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم وعرفنا حقوقهم. جاء الناصحون بالحق أو الباطل من كل اتجاه، يقدمون للإمام ما يرون أنه الرؤية الصائبة، فمنهم من ينصح له بعدم الخروج، ومنهم من ينصحه بالامتناع بالحرم المكي مثل محمد بن الحنفية. فأجابه الحسين عليه السلام: يا أخي، أخشى أن يقاتلني أجناد بني أمية في حرم مكة فأكون الذي يستباح حرمه يستباح حرمة من في حرم الذي يستباح حرمه في حرم الله. فقال: يا أخي، فسر إلى اليمن أو إلى بعض النواحي فإنك أمنع الناس. فقال الحسين عليه السلام: يا أخي، لو كنت في جحر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني منه حتى يقتلوني. ثم قال له: يا أخي، سأنظر فيما قلت. فلما كان وقت السحر عزم الحسين على الرحيل إلى العراق، فجاءه أخوه محمد وأخذ بزمام ناقته التي هو راكبها، وقال: يا أخي، ألم تعدني بالنظر فيما أشرت به عليك قال: بلى. قال: فما حداك على الخروج عاجلا؟ قال عليه السلام: يا أخي، إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني بعدما فارقتك وأنا نائم، فضمني إلى صدره وقبل ما بين عيني وقال لي: يا حسين، يا حسين، يا قرة عيني، أخرج إلى العراق، فإن الله شاء أن يراك قتيلا مخضبا بدمائك. فبكى ابن الحنفية بكاء شديدا، وقال له: يا أخي، إذا كان الحال كذا فما معنى حملك هؤلاء النسوان؟
وأنت ماض إلى القتل. فقال عليه السلام: يا أخي، قد قال جدي أيضا إن الله شاء أن يرى نسوتك سبايا مهتكات يسقن في أسر الذل، وهن أيضا لا يفارقنني ما دمت حيا. فلما أصر محمد على المنع والانصراف عن الخروج، قال الإمام عليه السلام: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه. ويروى أيضا أنه قال: وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق خوفا أن يعيش ويرغم. ويروى: فإن مت لم أندم، وإن عشت لم ألم. كفى بك موتا، كفى بك موتا أن تذل وترغم. فإن عشت لم أزمم، وإن مت لم ألم. كفى بك ذلا أن تعيش وتندم. ثم تلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن كان الإمام الحسين عليه السلام طالب حق وشهادة، وليس مجرد طالب إمارة. احكم عنوان ابن كثير في تاريخه قائلا: خروج الحسين طلبا للإمارة، والحق أعلى وأجل من الإمرة والإمارة. فكل ما رويناه أن خروج الإمام الحسين لم يكن متوقفا على إرادة الجماهير ومطالبته لها، بل كان بأمر إلهي. إنه الأمر نفسه الذي بعث بمقتضاه رسول الله للناس بشيرا ونذيرا، وبعهد من الله ورسوله كانت الوصية والإمامة في آل بيت النبوة، وبعهد من الله ورسوله إلى أئمة البيت، سواء الذين تحركوا أم من لم يتحرك منهم، حيث كانت حركاتهم وسكناتهم وغايتهم هي نصرة الحق وإعلاء رايته، وكانت تحديد معالم الحق وتحديد معالمه هي مهمتهم سلام الله عليهم. ولم يكن الإمام الحسين بحاجة إلى حركة الأمة قدر حاجة الأمة لهذه النهضة. طبعا هناك سؤال في غاية الأهمية: هل كان الإمام الحسين عليه السلام مخيرا بين الثورة والبقاء سالما في المدينة؟ يروي ابن الجوزي في تاريخه المنتظم: لما مات معاوية كان ابنه يزيد غائبا، فلما سمع بموته قدم وقد دفن فبويع له، فأقر عبيد الله بن زياد على البصرة والنعمان بن بشير على الكوفة، وكان أمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص، وكان أمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. ولم يكن ليزيد هم حين ولي إلا بيعة هؤلاء النفر الذين أبوا على أبيه الإجابة إلى بيعة يزيد، فكتب إليهم تلك الرسالة التي تحدثنا عنها سابقا، والتي تشير بوضوح أنه لم يكن أمام الإمام الحسين خيار هذه المرة. لم يكن الإمام الحسين مختارا بين الخروج والبيعة والبقاء في المدينة سالما من دون بيعة. كانت الخيارات محدودة للغاية، وكان الإكراه والإجبار والتهديد بالقتل هو السياسة التي آثر الأمويون سلوكها واتباعها. ولذا لم تكن خيارات الإمام الحسين متعددة وممتدة كما قد يتصور البعض، وكان الخيار الأهم والأخطر والأكبر هو أن يتوجه الإمام الحسين عليه السلام نحو كربلاء، نحو ساحة المواجهة التاريخية التي خلدت ليس فقط ذكرى الإمام الحسين، بل خلدت المكان
وخلدت الزمان وبقيت حيث بقيت ذكرى الإمام الحسين عليه السلام حية حتى هذه اللحظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.